تدور الخيطات باش تحيه البونو تحيه الحكيمي وكل شيء الجمهور ديال المغرب والمغرب لعبوا مزيان باش يفرحونا. الحمد لله احنا تاهلنا وواحد الفرحه يعني التي لا تقاس بزاف، يعني المنتخب المغربي فرحنا بزاف باسمي يعني وباسم يعني جميع الزملاء ديالي، يعني لا سوا اللي كنعرفهم ولا اللي ما كنعرفهمش. انا اليوم فرحانه بزاف، واحد الفرحه يعني لما نقدش انني نعبر عليها، واحد الفرحه في الداخل ديالي بزاف وفرحانه بزاف، ودائما مغرب دائما المغرب. بارك الله فيك. خصنا الناس كبار شويه. الله يعز اول لا حشومه. اول حاجه السلام عليكم، كنبغي نوجه تحيه للشعب المغربي كامل وكنهنيه بالفوز ديال المنتخب الوطني المغربي. حنا فرحانين باسكو مده طويله ما فرحناش هكا، ولا كنتمنى معاش المغرب. لا ما نخلطوش رجاء. ايش يا مدرسة؟ لايف لايف مونتاج انا تشدو هنايا البانات كلشي كيتشد. عندنا الكاميرا مغربيه وكنموت على المغاربه وكنموت على الرايه المغربيه، وفرحت بزاف بزاف ما تصورش هذه الفرحه شحال فرحنا. والله يكمل عليهم بالخير، والله يحفظ هذه البلاد، والله يرحمنا ويعطيكم تنتوما صحيحتكم ويفرح هذه اللعابه كاملين. وتنشكروا الوالد الكراكي الله يحفظه والله يستره، تبارك الله عليه وعلى وليداته، وعاش الملك وليدي عاش الملك. مبروك الفريق الوطني المغربي، حنا فرحانين بزاف، جينا من المانيا جينا لهنا باش نحضروا لهاد الاجواء، والحمد لله ربي فرحنا بهم وديما القدام وديما مغرب. مبروك علينا المغرب، حنا فرحانه بزاف، وما كرهتش تكون مشيت حضرت معاهم تمايا، وخساره عندي الزوج ديالي والوليدات ما قدرتش. وعاش الملك عاش الملك عاش، الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا، الله يخلينا الله يشافيه الله يشافيه، الله يحفظوا لينا الله يحفظوا لينا يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله، ومبروك المغرب ومبروك عليهم ومبروك عليهم ومبروك على ملكنا ومبروك على مغربنا، الله يجعل البركه.